أخيرا وصلت لليوم اللي أقول فيه. هذا الإعلان برعاية ولا حدا. ولا حدا، ليش مستغرب؟ ولا حدا إيش يعني؟ ما بصير أنا أعمل إعلان؟ راح أعمل إعلان يا حبيبي، راح أعمل إعلان. خش معي على الإعلان. لما تحب تكون بطة لازم تأكل الشطة، بس خلي بالك من الشنطة. شنطة؟ لا غلط، ما علينا. كثر الشطة يجيب بواسير. استنوا، لا ايش اللي كثر الشطة يجيب بواسير؟ هاي ناس يمكن ما بتحب الشطة. فكرة اللعبة يا شباب انك حتكون بطة، بكل بساطة حتكون بطة، بس مش اي بطة، بطة بتقتل وبتحل مهمات، بس ما بتاكلش شطة. لا ما بتاكل شطة. هو اعتقد شطة، ترى الشطة مش كويسة. المهم شباب، قبل ما نفوت على الفيديو شوفوا لنا الكومنتات الحلوة الجميلة، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكمان اللايك. يلا على الفيديو. بومبو، ما فيش بومبو، انا ما اعرفكش، ما تكلمنيش. ايه ده؟ انا تقريبا فهمت. ايه ده؟ والله في الغلط يا جدعان، والله مش عارف العبيد يا بقى. انت وانا ده، انا هكلمك في قتل البطه يا باشا. وربنا بالغلط، وربنا انا ضد الريبورت ده بالغلط، ما كنتش عارف ان ده ريبورت. مش عارف يا جماعه. سكيب يا جماعه، بس اديكوا سكيب. ما احنا لسه الوقت بتاع ده تخلص، اديله السكيب اتفتحت. سكيب بس بصراحه انا بشك بوربيس يا عم. ولا شكوى انا لسه بقول يا هادي بالك. انا شايفك انت، ممكن كلامي يكون ان انا ببعد الشبهات، ممكن. وممكن كلامك يكون ان انت هنا. انت فين يا مان؟ انا هنا برن على واحد. برن على واحد دلوقتي والله. الحمد لله ما فيش عندي اي مشاكل. انا مش عارف اعمل المهمه العبيط. ايه ده بتعمل نور؟ في حد فصل على النور؟ انا ما اتفصلتش على النور. بيطلع لي حاجات غريبه. انا قفل في وشي. انا بشغل بعيد تشغيل الكمبيوتر، بيحمل اهو. يلا نستنى بقى. والله في واحد قفل في وشي. عندي حاجه، انا شفت شباب بطه صفراء. انا شايف بطه صفراء بتتمشى. ايه ده وبطه بنفسجيه زرقاء. ما حدش تعبه اهو، البنفسجيه والورديه. انا نظفت الشاور يا جماعه. اللي عايز يستحمى، انا نظفت الحمام. تعمل ايه؟ واه انا مش عارف عملت ايه والله. ايه يا جدعان، انا مش شاكك في حد لسه. شوف الشباب بتكتب بتقول ايه. بص احنا ممكن نستمع لاراء الناس. ماشي، انا عن نفسي يا جماعه كينجو. هلو مين هو؟ هلو ايه يا عم، انت جاي تعرف على واحده في الشات يا عم؟ اصحى معايا. كله بيكتب كينجو يا جدعان. بص انا هفوت على شريكه يا باشا. يا باشا خليك ناصح، صدقني هو شريكه، طالما هو اللي عامل الحوار. خلصان يا باشا، ده بيكون بصوره. انا اساسا انا حاسس ان هو شريكه. هو شريكه وهيلبس فيها. مع السلامه يا شريكه، اتوحشنا. كان نفسنا ان انت تكمل معانا والله، بس يعني معلش بقى. انت نشوفه كده بيدعي كده، تعملوا سكيب. في شريكه لك يا شريكه، يعني كسب. ايه ده؟ ما كانش هو البطه يا اخوانا. نشنت يا فالح. يعني الحوار كده عند كينجو يا ابو عمو. الحوار عند كينجو. ما هم كلهم كانوا بيقولوا كينجو. لا اهرب بسرعه، دوس على الزرار بسرعه. كينجو يا ربنا، فاضل 6 ثواني عشان يبقى ريدي. بقول لك انا نفسي مره واحده نخلص المشينات. نفسي يا ده حاجه ما بتحصلش يا تاني. ايه ده؟ سكوت. هو كينجو يا جدعان. كينجو هو كينجو. يلا استنى، كينجو از امباستر. ده انا مش لاقي كينجو، عمال ادور على كينجو. نوب. كينجو هيكتب بيقول لك نوب، بس بيقول لك ماكس. كينجو بيقول لك ماكس، واخد بالك؟ لا هو كينجو بعدين ماكس. ما احنا كده في قصه كبيره، احنا مش عارفين مين فعلا، ولغايه دلوقتي مفيش حد فيهم راح. يا بص سينشي بيقول كينجو، تمام؟ وماكس بيقول لك كينجو. نون نوتيفيكيشن. يبقى هو كينجو. نون نوتيفيكيشن. هو كينجو يا باشا. برا كينجو، برا. انت صوتت على كينجو؟ ابلع كينجو. تشرب يا كينجو. يلا يا كينجو فوت عشان تطرد. براء فوت. براء مفوت يا جدع. كينجو بيكتب. هو كينجو. لا مش انا. بيبعت. لا عم مش اتكل على الله. يلا يا باشا، هو كينجو. يلا يا ابني، انا فوتت والله، بس مش عارف هو الفوت بيطلع ولا بيطلعش. استنى هو بيطلع يا باشا. انا علمت الصح، انت عملت لك مارك كده، يبقى انت تمام. كينجو صوت اهو. يلا كينجو. كينجو عمل سكيب، بيحاول.
ولكنه لم يعرف. الوحيد اللي بيعمل سكيب واخد بالك؟ شوف كده. باي بابليك. طب رجالة لا بالصلاة على النبي نحاول نركز بجد لان والله العظيم الموضوع بقى صعب. بص هو احنا كده كده في ايه؟ اسمع ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ده ممكن بجد؟ ايه ايه في حد مات قدامك؟ ايه ده؟ مفيش حد مات بومبو. بس في حاجات غريبة. وار بيس وار بيس مين؟ وانا جبت حالي والله وار بيس انت مش في حالك. بيحاول يعملك كده اصل كان انا كنت بحل بميشن وهو واقف جنبي بيحل نفس الميشن ازاي؟ وانا عمال اخلص في الميشنز عادي عادي في مالتيبل ميشنز عادي والله ما ينفعش. نحط دي هنا ونجيب دي هنا والله شكلك انت هتطلع انت البطه في الاخر. يا باشي لو انا كنت قتلتك اول واحد كنت ما خليتكش البطه يا اخوانا شيماء ما تزعلوش حقوقكم عليا البطه شيماء شيماء اهو تعالى في عربيه اركب اركب يلا خدني معاك يلا شغل يلا يلا شغل يلا ما عرفتكش انا كده فين فين يا تامر تامر مش عارف مش تقريبا احنا خلاص كده متنا تامر يا اسطى ايه ده دخلنا نفسه باور اب يوزنج مش عارف بص ايه بص احنا دخلنا اسمها دي سفينه ثانيه مش هو البطه فين يا جدعان يا جدعان احنا رحنا سفينه ثانيه خالص احنا فين حاجه كويسه بس انا قاعد في حته لوحدي وربيس انت فين ولا انا الميشنز بتاعت هنا وربيس تعال عايزك في حاجه ايه عايز يا تامر 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 دونت بي دونت بي لايك ذس تعال دونت بي تعال انا استدرجتك للسفينة دي ايوة عشان نركب الباص عشان نركب الباص ونرجع تاني انا مت مت ازاي احلف امر انا سامعك وشايفك انت فين سامحني مش شايف انت اختفى انت ما تعرفش يا عم يا 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 بومبو دلوقتي والله ما انا والله واحد من العيال اللي عندي انا هربت منه بس استنى بس اقول لك بس استنى يعني انا اشرح لك تامر تامر زقني جدعان هو مارتن هو مارتن قفل عليا والله مارتن انت اكيد بتهزر لان انت الوحيد اللي واقف هناك وعامل الحوار ده كله فانت اكيد بتهزر يا جدع هو مارتن بقول لك الطريق منين انا عايز ارجع انا عارفك انت مقلبك ملوش حل انت بتهزر يا جدع مارتن قفل عليا البتاع حمام البخار يا سيدي عايزك تستحمى هو مارتن خلاص جاهزين للفوت هطلع اعمل فوت جاهزين يلا انا هربت والله والله هربت يا جدعان والله كلهم هناك انا هربت اخرج من السفينة هتمر وطلع اجري انا مش لاقي مكان المفروض نبوت فيه يا لهوي شفت وار وار شهد بيقول لك اطلع واجري فين الريبورت فين الريبورت ترى على فوقك ايه ده جدعان احنا تعال تعال علينا ماكس ومارتن شفت ازاي اثنين ماكس ومارتن ازاي الاثنين مع بعض لول قلت لك يا جدعان هالو اند ويلكم ايفري ون بليز لايك ايه ده انت جايب لنا ظلمه يا باشا جاي ضلمة يبقى انت الامبوستر يا زكي والله لا يا عم استنى والله ما انا والله ضلمة جدعان جدعان دي دي على عسلية لا مش انا طب دي دي يا شباب شباب خلينا نتفق على حاجة ايوه في عايزين يلا في منشار استنى انا بتثبت هنا انا بتثبت استنى انت معاك غلط في حلاق وفي ناس غريبة شباب بصوا انا لو مت انا سنشي عندي اوكي جري جري خلاص هرب هرب مارتن بيجري ورا اوربيس ايوه اللي هو بيقول لك ايه لو مت بالله امي ان انا بحبها والله ان بحبها جدعان انا بحبك يا حاجه ايوه انا لقيت دليل دليل على ايه انا لغايه دلوقتي في ناس بس كل ما اخش المكان الاقي ناس بتشتغل في حاجه تحت يا اخوي سنشي راح فيها اوبا وربيس كان هنا براء كان هنا مارتن كان هنا فين سنشي سنشي مات انا سمعت صوته بيزعق سمعته قال كده سنشي سمعته قال كده والله يا عيني كان عنده شويه هوا كان عنده شويه هوا الله يرحمه ما علينا مارتن لا 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 ما تحورش ما تحورش اغيتونا يا شباب تعالوا في قصه هنا يا بومبو بلغ والله يا عم انا كنت بكتب بومبا انا شفتك بتبص على والله كنت بكتب في قصه ثانيه يا جدع هو براء براء ادوس ازاي ريبورت ورايا ريبورت ازاي ورايا بيجري ورايا بيجري ورايا منين يا جدع على الريبورت فين فين الريبورت مش عارف ان مهمتنا استنوا واحنا كده كسبنا مهمته ان هو كان يقتلنا كلنا
ولكن احنا اللي كسبنا. هو برا القصه في الوقت يا لهوي. عاش عاش. وناخد بيضه كمان يا رب عيال. يا رب يا رب ولد. ها فلوس. اوكي هو ايه يا رب ولد؟ ده فلوس يا باشا. احسن من الولد.